يومي رح نعمل فيديو مقارنة بأكل كتير انتو بتحبوه وأنا كتير بعشقه. هي الأكل رح تكون الدجاج المقرمش، الغالي ضد الرخيص. طبعا أنا كتير متحمس لهي التجربة، رح أشوف السعر، رح أشوف المنيو، رح أشوف السيرفيس الموجود مع بعض وقديش السعر. إذا حبيتوا هيك نعمل فيديوهات لا تشتركوا القناة وتفعلوا الجرس، خلوكم معنا يا جماعة. هلا وصلنا للمطعم لندوق الدجاج المقرمش، شو السيرفيس رح يجي معه؟ طبعا المطعم هون استقبلنا، جايين نحن على مطعم بابا سانفود اسطنبول. حدا بحب السنافر؟ انت بتحب السنافر شي محمد؟ طيب بس انا رح اكل الوجبه هي لحالي، مطعم محمد ومحمد ياكل الوجبه الثانيه. اكتبوا لنا في التعليقات شو الوجبات والفيديوهات اللي رح نعملها ثاني مره مع بعض. طبعا هي الوجبه غاليه وراح نروح على الوجبه الرخيصه ونشوف المقارنه بيناتهم ونشوف الفرق بيناتهم ونشوف السيرفيس بيناتهم. يا جماعه اجت وجبه الدجاج المقرمش، انا كثير هلا متحمس. طبعا فاضل اشوف الطبق، عن جد رهيبه. وجماعه كمان خبز. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه استوى صغري محمد، دو دو حرام. طبعا ما بحسن مطعم محمد، لازم ياكل. وعن جد اليوم مو معي. بكره فريد بتكون كثير رهيب. خلينا ندوق البطاطا، في مع بيجي بطاطا كمان. طلع مخلل. اكتبوا لنا في التعليقات هذا شو اسمه في بلدكم. صوت القرشة ما بعرف اذا عم تسمعوها. متحمس هلا نروح على المطعم الرخيص ونشوف الوجبات الرخيصة وقديش الفرق بيناتهم. فتحت معك محمد، فتحت معك، فتحت معك. شو رايكم بهالمرة؟ يا جماعة هلا صار وقت الحساب، رح اشوف قديش الفاتورة رح تطلع. قديش صار حسابنا بعد؟ 85 ليرة، يعني على الدولار تقريبا 4 دولار 5 دولار 4 دولار حتى 4 دولار بتاكل وجبة في اسطنبول من دجاج المقرمش كثير رهيبة. هلا وصلنا للمطعم الثاني، الوجبة الرخيصة، حنشوف نحن قديش الفرق بيناتهم، قديش السيرفيس بيناتهم، وقديش الخدمة بيناتهم، على أساس نحن رح نعطي تقييمنا. هلا طلبت الوجبة وعم بستنى الوجبة لتجيني، واكتبوا لنا في التعليقات أي وجبة عجبتكم، الأولى ولا الثانية؟ وجبة عادية ما في أي شيء إكسترا. هلا رح نجرب شو الطعم. حتى هيك الوجبة تكون كتير ما فيها شيء أي شيء، ما فيها أي شيء، ما فيها غير المشروب زيادة عن الوجبة الماضية. كمان رح ناكل بإيدنا. بعتذر عن الخطأ اللي صار، كانت الشحن خالص ونحن ما كنا منتبهين، فلذلك أكلنا الوجبة ونحن عم نصور وما كنا منتبهين إنه ما عم نصور. ولكن مثل ما شفتوا أنتوا الوجبة، الوجبة الرخيصة ما كان فيها شيء بخليك تتشجع لتاكله، فيعني أكيد السعر رح يكون يختلف وأكيد الوجبة رح تكون مختلفة. يا جماعة هلا رح أقول لكم المفاجأة، الفاتورة طلعت 65 ليرة. 65 ليرة متضمن المشروب، متضمن الوجبة، متضمنة مع الوجبة البطاطا والصوصات. طبعا الوجبة جدا معقولة، السعر كتير رخيص محمد، يعني هلا اكيد المقارنة صارت واضحة بين المطعم الغالي والمطعم الرخيص. لهون وصلنا لنهاية الفيديو معكم اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. سلام.